يهودي في رمضان ونروح نتعالج عندهم في شوال، اللهم دمر الغرب وفي شوال يلا روح بريطانيا تبغى تعالج، ترى في طبيب بريطاني. ما عندك في بلدك متيقن انهم نصابين، عندك يقين تام مليون في المية انه حيطلع لك فاتورة بميتين وثلاثمية الف وانت ما عندك شيء، انت عندك يقين انه حيسوي عملية وفيها شك تطالع فيها سوى ولا ما سوى، يكتب لك انه عندك شيء، وعندك يقين تام انت لا تشك في صدق هؤلاء. إذا دخلت مستحيل. واحد كان أعرفه عنده عملية قلب صعبة وقالوا له هنا يعني عندي بقول لك يعني مئات الألوف، فجاء راح بريطانيا عند واحد صاحبه وقال له تعال أنت الآن ما لك يا ما تستطيع تدفع هذه التكلفة، ففي شيء تعال إلى المستشفى الفلاني وطيح قدامهم عمل نفسك أنه في شيء، فراح وطاح، فخرجوا دخلوا على طول لإسعاف وفحصوا فجاء أنه عنده قلب، سووا له العملية وكل شيء بلاش. قال احنا عندنا في نظامنا واحد طاح قدامنا نسيفه، تعال طيح قدام اي مستشفى حيودوك المقبره يوصل حتى ما يودوك وتدفع قبل ما يدوك تدفع وانت ميت الحي. يا جماعه انتوا لا تدعوا على احد، فهؤلاء هم اصحاب عدل في امورهم ونحن متخلفين في ديننا وهم يضحكون علينا ويسخرون من حالتنا.